إنها ساحة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، حيث النفس هذه المرة مستقبلي بامتياز. الجميع كانوا على الموعد للقاء الرئيس سعد الحريري، إما مباشرة وإما عبر شاشة، وشوق اللقاء دفع بعضهم للترويج أن الزعيم المستقبلي سيهبط بطائرته على أرض المعرض. كل شيء إذن وارد هنا، والحاضر الأقوى سوريا، أعلام سورية بين الجماهير وشعارات داعمة لمطلب الحرية، ومنها شعارات كوميدية بعض الشيء. وإذا كانت أعلام سوريا منتظرة، فماذا عن علم تركيا؟ لأن أردوغان عروسني بس كرمال أردوغان. نحن كل شيء بنكون مع الحق، نحن معه للدم، إذا بيشقوا عروقنا حيلاقوا دم الحريري بقلبه. جاي أفدي بروح للشيخ سعد. إحنا جايين نعبر للشيخ سعد عن حبنا لإله. إلى تركيا وحضورها في مهرجان 14 أذار ثم تمرأ ضرورة في توجيه شكر كبير. منوجه رسالة وبالأخص للدولة القطرية بوقفة حد الشعب السوري. نحن جايين اليوم لنقول لا لا لا، مش الحال. صور وأعلام وشعارات وأغاني وطبول ورقص ورسوم على الوجوه تعبيرا عن التمسك بثوابت العدالة والحرية والسيادة والاستقلال. كل هذا تجده في عاصمة الشمال، وكتعبير صارخ لإثبات الهوى السياسي اتشح بعضهم بقماش أزرق في يوم حريري بامتياز.